تتواصل فعاليات مهرجان الطبول الدولي والفنون التراثية في دورته العاشرة على مسرح السور الشمالي بالقاهرة. يعد هذا المهرجان بمثابة رحلة عبر ثقافات العالم المختلفة، كما يعكس ريادة مصر على مدار التاريخ. على مسرح السور الشمالي تستمر فعاليات مهرجان الطبول الدولي والفنون التراثية في دورته العاشرة حتى 2 يونيو المقبل، وذلك تحت شعار حوار الطبول من أجل السلام. مستمتعين بالفنون والطبول، وده شيء رائع جدا ان احنا في الوقت اللي احنا فيه في تحديات كبيرة جدا، بس الحمد لله مهرجان طبول يقدر يحقق أهدافه، وهو لتوصيل أو يوصل رسالة سلام إلى العالم من خلال الطبول. هو أي فرقة في مصر أو خارج مصر وليهم شرف عظيم طبعا اللي هم يشاركوا في مهرجان دولي زي ده، دي في حد ذاتها لكل الفئات بتشوفنا إذا كان في مصر برضو أو خارج مصر، في دمج رهيب بين شعوب كتير أو فنون شعوب كتير، فدي في حد ذاتها اكسبيرينس لينا احنا، يعني حاجه كويسه لينا احنا. دي ثالث مشاركه لينا على التوالي في المهرجان. طبعا تبادل خبرات كبير بيحصل بين الفرق المصريه والفرق اللي جايه من بره، وحتى الفرق المصريه والفرق المصريه بيحصل ورك شوب تحت اشراف دكتور انتصار، بيبقى في ورك شوب بتجمع كل الفرق دي، بنتبادل الافكار ولو في تطور في المزيكا عندنا او عندهم ده بنحاول نوصله لبعض يعني بشكل او باخر. فكره المهرجان بتجمع شعوب العالم، ثقافات العالم كله بتقدمه على طبق من فضه وطبق من ذهب زي ما بيتقال للشعب المصري اللي يستاهل كل خير، الشعب المصري والجمهور اللي هو بيجي بيخش بيتفرج على كل الثقافات ده ومجانا، مساهمة مننا أو من الفن عامة للشعب المصري. ثقافات بنقابل بعض، بنتعرف على خطوات جديدة، مزيكا جديدة، شعوب جديدة، تعاملات جديدة، الفكرة ناجحة بكل المقاييس. فعاليات المهرجان تقام في عدد من الأماكن المتنوعة كساحة الهناجر بالأوبرا ومركز الطفل للحضارة والإبداع إلى جانب بيت السناري، وذلك وسط إقبال جماهيري كبير. بتابعه بقالي كذا سنة، بس يمكن الفترة بتاع كورونا اتقطعت عنه، وفرحت جدا ان هو اتعمل السنه دي وجيت حضرت الافتتاحيه. اول مره احضره عجبني بصراحه، لاني بتعرف على ثقافات مختلفه، بلاد الموسيقى بتاعتهم بتكون ماشيه ازاي وكده. فرصه حلوه ان احنا نسمع كذا لون من الوان الطبول بقى في كل البلاد، فطبعا مكان ممتاز. حلوه قوي، يعني انا اول مره اجي برضه، بس مكان تحفة. أنا افتكرت حاجات هتبقى أقل من كده شوية، بس المكان روعة. اتفرجت في ساحة الهناجر على فرقة صحبة سمسمية من بورسعيد، وكان العرض مبهر جدا، والنهاردة لسه جايين نشوف فرقة رضا إن شاء الله. يعد مهرجان الطبول بمثابة رحلة عبر ثقافات العالم المختلفة، كما يعكس ريادة مصر على مدار التاريخ، ويؤكد على قيمة الإنسان وأهمية ارتباطه بالموروث الشعبي. جرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.